هذا 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 واحد من الشباب اللي هو يقول عليهم يخطف الروش. مش شباب، من الناس العقال. لا، اللي يقول يخطف الروش. لا لا، شباب صح. شباب عرف ليش شباب عرف ليش انا شباب قعدته؟ لاني انا عمري توا 11 سنه قبل الثوره اللي قام بها المعفن هذا السفاح، و22 يوم يعني عمري انا 11 سنه و22 يوم. الباقي الباقي هو يقول السلطه والتروه سلاح في جد الشعب، تو نحن السلطه والتروه بسلاح وهو وعياله تحت كراينا. قلت لي تو المجلس جايب له مع عيال اثنين، عيالي انا اولاد اثنين يعني في ذا البلاد. الله اكبر، مانيش قاعد ندزق في كلاب مرتزقه اللي يقول عليهم نحن المرتزقه. باهت نحن مرتزقه، انا ليبي حر مصراتي ونحمي بلادي من الحدود للحدود. الله اكبر. لكن احنا تو حتى الحرب نحاربوا فيه الجيفه خلاص. والله عدوا فلول تو انسحبوا، تو لما قدمنا لهم احنا قدام انسحبوا، تو قدمنا لهم انسحبوا لما شر 100 جيران انسحبوا. اي محطه واي حتى كلامه كذاب. هذا مسيلمه كذاب، مسيلمه كذب كذبه واحده بس، قال انا نبي لكن الله من يوم عمره كذب. الله اكبر. له 42 سنه كذب. الله اكبر. شكرا يا حاج.